الأستاذة نادين المليح، الممثلة والشاعرة والمغنية سليلة مدينة فاس. شنو يمكنك تقول لنا عن المشاركة ديالكم، الاحتفال ديالكم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء؟ والحدث اليوم هو الحدث الذي يهز جميع المغاربة، لأن الوطنية تنادي كما أقول دائما. كتلقى تفاعل ديال الجميع بدون استثناء. راه بزاف الناس تيجي تيقول لك لا هاد البلاد شنو عطاتنا. والله في هذه المناسبات الوطنية تطلع للشارع، تطلع للقاعات وتشوف التجاوب ديال الناس مع الحدث ديال المسيرة الخضراء. المشاركة ديال اليوم كانت عندي مشاركة في مقاطعة فاس المدينة، كانت الدعوة والبيت النداء بأغنيتين وطنيتين. الأولى العنوان ديالها العروسة زيانت بحال اللي قلت، كلمة وألحان الزجال عبد الحق خضراء، كتهضر على المغربية ديال الصحراء. والأغنية الثانية جنة الكاتب والملحن عبد الرحيم أملاس، كتهضر على الجمالية ديال المغرب وكتشيد بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كانت اليوم المشاركة كانت الأطفال أكثر من الشباب، لأن ديما تنقولوا ماشي أنا اللي استدعيت الأطفال، ولكن المقاطعة حاولت ما أمكن تصيفط هذه الرسالة اللي كنحسوا بها حتى حنا، أننا الطفل هو اللي كنكونوه، هو اللي كنرسخوا فيه المواطنة. ألوغ جات مجموعة ديال جمعيات المجتمع المدني، مجموعة ديال الفنانين، مجموعة ديال الفاعلين في جميع الميادين باش يديروا البصمة ديالهم اليوم في ذكرى المسيرة الخضراء. كنظن ماشي غير مقاطعة فاس المدينة اللي كانت كتحتفل اليوم، ولكن العديد من المقاطعات اللي تلقينا يعني الدعوه، وكانت الدعوه يعني مستجابه لدى مقاطعه فاس المدينه. العلاقه طيبه الحمد لله عندنا مع كل شيء، ولكن حاولنا نديروا لومبخانت. بحال قلنا البرنامج كانت فيه الاغاني التربويه ديال الاطفال، كانت فيه الاغاني الوطنيه. من بعد خرجت واحد المسيره رائعه منظمه جميع الجمعيات اللي كينتميو يعني لمدينه فاس تفرقوا، كاين اللي جا تما كاين مشى لمقاطعات اخرين، خرجوا في مسيره بالديفيلي بالاناشيد اللي كتردد اللي كانت في الوقت ديال المسيره الخضراء. وكانوا ناس اللي هما كانوا عايشوا ذاك اللحظه ديال المسيره الخضراء، كانوا حاضرين حتى هما، وبحضور كذلك السيد حميد السرغيني رئيس المقاطعه. وكانت الخرجه كان مجموعه اللي عجبني، مجموعه ديال الاجانب اللي كانوا في البطحه وفي المدينه القديمه، وداك لي فيديو اللي كانوا كياخذوا واحد الفرحه وهازين حتى هما التصاور ديال سيدنا. هذا دليل على انهم حاسين بالامان. هذا ولا وقلناها في الاغنيه، يعني البلاد ديالنا ديال الامن والامان كنا كنقولوها، وكنردوها في الاغنيه اللي ردت يعني اللي اديت اليوم. وكان كذلك بالنسبه اللي عجبني هو ان هزوا الوليدات ديالهم هما الاجانب، وكيحاولوا يوريهم المغرب شنو كاين فيه. انا تار انتباهي داك هاد الملاحظات كاملين. وباش نرجعوا للنقطه اللي هضرنا قبيله عليها ديال مدينه فاس، يعني هذا دليل قوي ان كما كانت مدينه فاس اجرام، ما يكونش داك العدد الهائل خارجين في وسط الناس مخلطين ما عارفينش راسهم مع من، وواقفين وكيصوروا بتليفوناتهم وبكاميراتهم بولادهم بالبنيتات ديالهم، وغاديين هما في وسط داك الجمع حتى لجنه السبيل، حتى سالت الدوره كامله، حتى خداو الصوره السيد كريا، عاد كلشي مشى وتفرق. اذا هاد ذكرى المسيره الخضراء ان بلد ديالنا بلد التسامح، بلد ديال التعايش، كيشاركونا المناسبات الدينيه والمناسبات الوطنيه. هذا الدليل على الحب ديالهم للمغرب. وهذه هي المشاركه اللي كانت عندي هذا النهار، وكانت عندي حتى مشاركه لان كانت استدعتني مدينه الدار البيضاء، لان ديما كنشتغل معاهم في عيد شباب المسيره الخضراء، كندير التقديم وكندير اون ميم طون الاغنيه الوطنيه. ولكن هذا العام ماشي هذا العام، هذا الذكرى المسيره الخضراء اعتذرت، لان كنقول فاس اولى بيا، يعني المغرب كله بحال بحال، ولكن عاود كتبقى لي غاسين والجذور في مدينه فاس، خاصني نكون حاضره في هذه المناسبه هذه. اخيرا استاذ نادين، شكرا لتلبيه دعوه جريده فاس نيوز ميديا، والى فرصه قادمه بحول الله. شكرا لكم وشكرا للجريده المتميزه دائما فاس نيوز اللي هي غنيه عن كل التعريف. نتمنى ان شاء الله لقاءات اخرى وتغطيات اخرى. شكرا.